أكيد سعيدة جدا اليوم بالتكريم من خلال نقابة الفنانين السوريين، وبعيد الفنانين بقول لكل الفنانين السوريين كل عام وأنتم بخير. سعيدة عم بتكرم ببلدي بنقابتي، وسعيدة جدا أنه كمان في عنا ضيوف إجوا من الوطن العربي لحتى يحتفلوا معنا. هي رسالة كتير كبيرة جمعتنا اليوم، دليل عافية ودليل أنه هذا الشعب المعجزة يلي صمد كل هالوقت قادر يكمل ويعمل أعياد ويحتفل ويشتغل أكتر وأكتر. فنان سوري أنا يمكن سميته جيش إعلامي فني ثقافي أفشل المؤامرة، يعني كان له الدور الكبير أنه كل المؤامرة هو كان عم يصل لكل بيت عربي غصبا عن اللي عم يتآمروا على سوريا، وهذا عز كبير لسوريا ولأننا كفنانين عرب لأنه منفتخر فيه. يعني تنبع أهمية هذا المهرجان وهي التظاهرة اللي قامت فيها نقابة الفنانين مشكورة أنه كرم الفنانين بحياتهم بوجودهم رغم الأسى والحرب اللي احنا عايشينه، وعم نثبت للناس كلنا أنه احنا عايشين مستمرين عم نقدم بفن الفن تبعنا قيم نحن نعتبرها مثل مهمة عايشينها ومنحاول نكرسها للآخرين رغم الحرب والظروف نحن لاقين فيها. وجود الفنانين وقامات كبيرة من الوطن العربي طبعا بدعوة من نقابة الفنانين مشكورة، هذا تأكيد على أنه احنا كلياتنا صف واحد ضد هاي الهجمة الكبيرة اللي حنحارفها بأخلاقنا وبفننا مثل ما عم يحارب الجيش العربي السوري على أرض الواقع. يعني هو التتويج إجا قبل موسم رمضان هذا العيد، أول شيء كل عام وانتم بخير. يعني هو جهد كامل كان موجود عبر هاي السنة، إجا هلأ اللقاء نرجع نلتقي مع الناس ونرجع نلتقي مع الصحافة والفعاليات الفنية، أكيد هو مبادرة كتير حلوة ولفتة ظريفة أنه نرجع الناس تلتقي مع بعضها، وخاصة أنه السنة كمان في ضيوف أكارم من مصر الشقيقة، فهذا الشيء كمان أكيد رح يكون مميز إن شاء الله. ما نزال نرسم خارطة حياة حضارية، رسالة استلمناها من الأزل وسنبثها رسالة إلى الأجيال إلى الأبد. هي مناسبة كتير حلوة لكل فنان بتعني، وأنه ينعمل هذا الحفل كعيد فنانين أنه نحتفل كلنا سوا فنانين من سوريا وفنانين عرب كمان يجوا يشاركونا باحتفالية عيد الفنانين، هذا الشيء كتير مهم لنا ولسوريا كمان خاصة بهاي الظروف واللي مرينا فيها أنه يرجعوا يجتمعوا الفنانين العرب.